Bonjour mes élèves du 4e année primaire et bienvenue sur votre chaîne Apprendre avec Siham. D'abord, kentmenna tkounou bkhir w ala khir. Donc, قبل ما نبداو الفيديو ديالنا بغيت نقول لكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم كل فيديو جديد. ايضا ما تنساوش انكم تخليوا لي التعليق ديالكم الا ما فهمتوش شي حاجة في الفيديو وتتبعوني في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي اللي كتحمل نفس اسم القناة Apprendre avec Siham. دونك اليوم ان شاء الله كنتواجدوا في فيديو جديد concernant la conjugaison, le passé, le présent et le futur. Donc نبداو على بركة الله par j'observe et je découvre. Je vais lire et je vais vous expliquer en même temps. Hier, Jamal est allé à Casablanca. Aujourd'hui, il visite la mosquée Hassan II. Demain, il partira à Fès. Hier, كتعني البارحة. البارح. Aujourd'hui, كتعني اليوم. Demain, كتعني غدا. Donc, عقلوا عليهم مزيان حيت هادو كلمات غادي ينفعوكم بزاف. البارح جمال مشى لكازابلانكا. Aller, يعني le verbe aller هو يذهب. Est allé à Casablanca. Aujourd'hui, Lyoma, Kaysor, la mosquée Hassan II, Msjid Hassan Tani, ou Adalinit Sora. Inch'Allah, il partira à Fès. Radi Mshi, il Fès. D'accord? Alors, Mzian, Mshi, ou d'abord les questions, parce que nous savons que nous avons. Quand Jamal est-il allé à Casablanca? Kif l'Ada? كتبت لكم لي ريبونس هنايا. فوالا فوقاش جمال مشى لكازابلانكا. مشى إيير. اسكي لا فيزيتي لا موسكي حسن دو لو ميم جور. واش هو شاف واش هو زار المسجد الحسن الثاني في نفس النهار؟ نو نو. فوقاش زارو حتى لا غد ليه حيت قال لنا إيير وفي الجملة الثانية قال لنا أوجوردوي. يعني هذه وقعت البارح وهذه كتوقع اليوم. إتيل باغتي أفاس أفون أو أبخي لا فيزيت دو لا موسكي حسن دو. واش مشى لفاس من مور لا فيزيت ديال من مور الزيارة لمسجد حسن التالي ولا قبل منها؟ دونك مشى موراها أبخي لا فيزيت دو لا موسكي حسن دو. مشيو دابا جو مانيبول et je comprends. Qu'indique le mot aujourd'hui dans la deuxième phrase? Le passé, le présent ou le futur? Yani had aujourd'hui. Ala ma kadlina fad la deuxième phrase. Ala mada tadul? Wach ala le passé chi haja fatet ou li chi haja hadira ou li chi haja ad gadji. Donc le passé huwa le madi, le présent huwa le hadir. Le futur هو المستقبل شي حاجة مازال ما وقعات. دونك كدلينا على لو بريزون ياك يعني اليوم. انا كاتبه هذا جهنا يعني كاع الأجوبة كاتباهم لكم انا في هذه الورقة باش تنقلوهم. غوليف دون لو تيكس لو مو كي انديك لو باسي. نجبدو من التيكس ولا نخرجو منه الكلمة اللي كدلينا على الماضي هي إيار. صافي هي البارحة. دونك هي إيار. غولي كيلي لا فراس كي مونتر كو جمال رياليزورا اون اكسيون دون لو فيتور. شكون هي لا فراس الجملة اللي كتبين لينا بلي جمال عاد غادي يدير واحد الحدث في الفيتور عاد غادي يوقع له شي حاجة في الفيتور؟ هو هي لا فراس الثالثة تخوازيام فراس. شنو كيلي لو مو كي عندك؟ يعني شنو هي الكلمه اللي كتدل على هذا الشيء؟ هي هاد دوما هي اللي بيناتها لنا. دونك انا كاتبه لكم هنايا لا ثوازيام فراز والجواب على السطر الثاني ديال السؤال هو دوما. حيت هنا عندنا جوج ديال الاسئله هذا الاول وهذا الثاني. كيل سون لي تخوا طون اوكيل رونفوا لو تيكست. شنو هما لي طون اللي كيهضر عليهم التكست؟ كيهضر لينا على لو باسي لو بريزون اي لو فيتور. وبالضبط عندي لو باسي كومبوزي وعندي لو بريزون وعندي لو فيتور سامبل. تري بيان.
الوغ ها نتوما الا بغيتو تكتبوا الاجوبه ها هما باينين مزيان فوالا يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتنقلوا الاجوبه على خاطركم نمشيو دابا لجو روتيان le temps peut indiquer le passé ce qui s'est passé avant hier la semaine dernière il y a 5 minutes le mois dernier يعني بالنسبة للزمن يقدر أنه يدلنا على لو باسي يعني الماضي لو باسي هو الماضي شي حاجة اللي ديجا فاتت افون هي قبل بحال مثلا فاش كنقول إيير هي البارح لا سيمين ديرنيير هي السيمانة اللي فاتت إليا 5 مينوت يعني من قبل 5 دقائق شي حاجة وقعت لي غير قبل 5 دقائق راه تنعتبرها حتى هي من الماضي لو موا ديرنيير يعني الشهر اللي فات داكوغ لو موا لا سيمين هادو خصكم تكونوا عارفينهم لو موا هو الشهر تاني حاجة لو بريزون يعني الحاضر سكي سو باس مانتنون يعني شي حاجة اللي كتوقع دابا مانتنون هي الآن اون سو مومون مانتنون ولا اجوردي صافي اون سو مومون يعني في هذه اللحظة لو مومون هو اللحظة مانتنون هي الآن اجوردي هي اليوم ولا كيدلينا الزمان على لو فيتور سكي سو باسخا ابخي يعني شي حاجة اللي عادة توقع بعد قبل وبعد قبل بعد هادو دي كونترير Dans quelques jours, يعني من هنا أيام أو لا demain هي غدا أو لا la semaine prochaine هي السيمانة الجاية أو لا le mois prochain مثلا très bien alors غنمشيو directement لهنايا نشوفو les questions ديال نشوفو les exercices اللي عندنا في هاد الدرس أول exercice mets une croix dans la case du temps qui correspond à chaque phrase Il neige sur les montagnes du Rif maintenant. واش هذا passé ولا présent ولا futur هذا présent لان عندي le verbe neiger. Neiger هو يتلج يعني كيطيح الثلج في لي مونطاني يعني في الجبال دو الريف ديال الريف دابا يعني باش عرفت على البريزون بهاد مانتونو يعني الان دابا il neige دابا كيطيح الثلج لا نيج هي الثلج Ira-t-elle à Tanger demain? Yani, واش غادي تمشي لطنجير غدا? Donc, on dit demain, donc on dit le futur. Hier, ils ont visité Jam el-Fna. Albarh, مشاو زارو Jam el-Fna, donc c'est le passé. Relie chaque indicateur de temps à la phrase qui lui correspond. En ce moment, La semaine dernière, le mois prochain. عندي هنايا Farid partira à Agadir. Nous visitons le port Tangemed. Titrit a présenté un exposé sur l'artisanat marocain. Donc, en ce moment, nous visitons le port Tangemed. هنايا عندي le présent. Donc, هادي اللي غادي تصلح ليها. En ce moment, في هذه اللحظة. La semaine dernière, غادي تصلح ليها هادي اللي فيها le passé. Le passé composé, من بعد راه غادي نشوفوه ان شاء الله. Le mois prochain, Farid partira à Agadir. Donc partira, هذا le verbe مصرف au futur. Donc الشهر المقبل. نهبطوا التمارينات اللي بقاو لنا je m'évalue. Écris devant chaque phrase le temps qui convient, passé, présent ou futur. Hier, ils ont visité la médina de Fès. البارح مشاو زارو المدينة ديال فاس دونك سي لو باسي عرفناها بايير مانتونو الان نو بارلورون دي ريجيون نو بارلون دي ريجيون دو ماروك كنهضروا على المناطق ديال المغرب لو بريزون باش عرفناها بالمانتونو دومان ماليكا بريزونتورا ان اكسبوزي سور لو ماروك غدا ماليكا غادي تبريزونتي ولا غادي تقدم واحد العرض على لو ماروك سي لو فيتور قالينا تمرين واحد Complète les phrases par le mois prochain, en ce moment, la semaine dernière. En ce moment, les élèves regardent la carte du Maroc. Bach afna regarde.
حيت هذا مصرف لو بريزون. هنا عندي nous irons à Marrakech, سي لو فيرب aller conjugué au futur. دونك nous irons le mois prochain, يعني الشهر الجاي. Le professeur nous a parlé, c'est le passé composé de la civilisation marocaine. Donc, on a dit que nous avons le passé, chi haja fatat, ghadi ndiro la semaine dernière, li hiya hadi. Rahi mem ktouba chhna mzyan, hadi un accent grave. Donc, الفيديو ديالنا كيتسالى حد لهنايا. كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني الدرس مزيان. لو بريزون لو باسي اي لو فيتور خاصكم تعرفوا غير الكلمات والعبارات اللي كيدلوا لينا على البريزون بوحدهم, اللي كيدلوا لينا على لو باسي بوحدهم, واللي اللي كيدلوا لينا على لو فيتور خصنا نحفظوهم يعني نعرفوهم. بحال لو موا بروشان, لا سيمين بروشين, اون سو مومون, مانتونون, اوجوردي, ايير, الى اخره. دونك هادو خصنا نعرف كل وحده شكون اللي كيصلح ليها. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي في درس جديد. au revoir mes chers élèves.